تتبع قناة القاسم للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غنشوفوا فيه واحد البارتمان اللي كتواجد في جزيرة عزيزة بمدينة فاس. جزيرة عزيزة اللي كتواجد بالقرب من مسبح الجوهرة الخضراء، قرب لوتورود في اتجاه بنسودة. هذا البارتمان كتواجد في الدوزيام ايطاج، في واحد البنايه اير بلس 2، جوج طوابق فقط. هذه الطبقه الثانيه، والبارتمان الاخوانيه هذه غنشوفوها ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. البارتمان الاخوان راه فيها ثلاثه ديال البيوت وكوزينه وصالون والحمام والطواليت. البارتمان راه شوكا جوج ديال الفصادات، هذا الصالون الفينيسيون ممتاز كما كتشوفوا، فينيسيون نقي. هذا الصالون الاخوان، البارتمان ضاويه ومهويه، راه جوج ديال لي فصاد شوكة. هذا الصالون، هنا الإخوان كاين الحمام، الحمام هو هذا كما كتشوفوا، الرشاش ديالو، طواليت رومية ولافابو. هذا هو الحمام الإخوان، وهذا الطواليت. فوق من الطواليت والحمام هاد السدة هذه. هنا كاينه هذه الكوزينه، كما كتشوفوا الكوزينه بوطاجير بالرخامه، بلاكار تحت من البوطاجير. وهانتوما الاخوان والسرجم ديالو على هذا الفرساده. هذه الكوزينة، لانتيفون، وهنايا كاين هذا البيت هذا. هاد البيت بالسرجم ديالو، كلهم الاخوان المحلات البيوت راهم بالسرجم ديالهم. ولكن كما قلت لكم راه البارتمان راه جوج ديال لي فصاد، جوج فصادات شوكة. هذا البيت الاول، كندخلو مع هذا الكلوار. كاين البيت الثاني، هاد البيت بالشرجم ديالو، وفيه بلاكار،
هذا البيت الثاني دابا البلاكار، جوج ديال البيوت الاخوان بالبلاكار ديالهم كاين هذا، كندخل مع هذا كنلقاو هذا البيت الثالث، البيت الثالث هو هذا، هذا البيت جاي شوكة، هذا بيت النعاس عندو جوج ديال الشراجم، شرجم على هاد الفصادة وشرجم على هاد الفصادة الأخرى، فيه البلاكار هانتوما كيما كتشوفو ربعة د البيبان، السقف حتى للأرض، البرطمة راه فيها أزيد من 80 متر، فوق 80 متر الإخوان، ثلاثة ديال البيوت وصالون وكوزينة وحمام وطواليت، دوزيام إيطاج. مرحبا بكم الإخوان اللي بغى هذا البرطمة، البرطمة راكم شفتوها الإخوان الفينيسيو ديالها، برطمة نقية، برطمة في مستوى، اللي بغاها يتواصل معنا. البناية كما قلت لكم راه فيها إير بلوس دو، راه ثلاثة السكان فقط، السفلي وبروميان ودوزيام. اللي بغى هذا البرطمان يتواصل معنا عبر الهاتف او الواتساب اللي غتلقاو على الفيديو وفي صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعه، ونتمنى ان هاد الفيديوهات ينالوا الاعجاب ديالكم، ونذكركم تابوناو في لاشين باش وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.